اكيد ليك مواقف مع بركات كتير كتير كتير. لا كتير بس مش هينفع اقول حاجه فيها خالص. اكيد في واحد ينفع يتحكي خالص والله العظيم. والله العظيم المشكله دي انا دايما ببقى عايز اسمع الكويس اللي مع بركات، بس كل ما اسال السؤال دوت يتقال لي نفس الجمله. اللي هو والله يا ابني كان على عيني. كان نفسي احكي لك. كان نفسي ممكن احكي لك بعد الهوا. بس ما فيش موقف ينفع يتحكي ونعمل لا خالص من غير تعمل مونتاج في دماغك. خالص خالص خالص. في مره شفت بركات قافش متضايق متنفذ من حد ولا استحاله عمره؟ استحاله. يعني هو كان دايما في اوضه اللبس وفي الماتشات كان ليه كده نظام وطابع معين. يعني اي مدرب يشوف ده فاكك مش في دماغه حاجه، بس بينزل الملعب واحد تاني غير اللي انت بتبعد معاه قبل ما تنزل. يعني حتى لحد ما انت بتسخن عادي الموضوع بالنسبه له بسيط، وبيهرج وبيضحك والكلام ده كله، بينزل الملعب تلاقيه شخص تاني يتوحش بقى في الملعب، شخص غير اللي انت بتبعد معاه خالص كريم. ودي بصراحه انا يعني انا كنت بتكلم معاه وانا انت بتعمل كده ازاي؟ يعني احنا متعودين دايما لعيب كوره يبقى مركز وقافل على نفسه، ده عادي تمرين زي الماتش اليوم عادي عنده واحد. وتحس انه قبل المباراه ده واحد مستهتر جدا هينزل. انا بقول لك اي مدرب اي مدرب لو ما يعرفش بركات كلاعب يقول لك لا لا ده هيفك الدنيا. ده مش في دماغه حاجه خالص، فاهم؟ ينزل الملعب وعادي.